الكف الصغيرة والصخرة العنيدة. أحمد طفل صغير يعيش مع والديه بسعادة وهناء، يحب أصدقائه ويشاركهم أعمالهم وألعابهم. اتفق أحمد مع أصدقائه أن يلعبوا في عطلة نهاية الأسبوع كرة القدم في الملعب المجاور للحي الذي يسكنون فيه. وفي نهاية الأسبوع استأذن أحمد والديه
ليخرج للعب مع أصدقائه، ووافق والده بشرط ألا يتأخر في الرجوع إلى المنزل. وصل أحمد مع أصدقائه إلى الملعب ليبدأ اللعب كما اتفقوا على ذلك من قبل. كان الأولاد يرتدون الملابس الرياضية ويحملون الكرة ويمتلئون حماسة ونشاطا. وعندما أرادوا مباشرة اللعب وجدوا صخرة كبيرة تسد مرمى الملعب. دهش الأولاد فقد كانوا يلعبون في الملعب نفسه في الأسبوع الماضي ولم تكن هناك أي صخرة، ففكروا وفكروا ماذا يفعلون. ذهب أحمد وحاول أن يدفع الصخرة بكل ما أوتي من قوة، لكن الصخرة لم تتزحزح من مكانها وبقيت ثابتة كأنها جبل. حينها نظر أحمد إلى رفاقه وقال لهم تعالوا ساعدوني، ربما لو تعاوننا جميعا نستطيع تحريق هذه الصخرة العنيدة. فأقبل عليها أصدقاؤه بحماسة واجتمعت أكفهم الصغيرة على سطح الصخرة الألمس، وأخذوا يدفعون ويدفعون حتى تحركت الصخرة قليلا. زاد هذا من حماسهم وارتفعت أصواتهم وعادوا إلى دفع الصخرة بكوكو قوتهم وأكفهم الصغيرة تحكي عن عزمهم وتكاتفهم. ولم تمض إلا دقائق حتى صار مرمى الملعب جاهز لاستقبال أهدافهم. انتهت المباراة وعاد أحمد كما اتفق مع والده، وأخبر والده عما حصل معهم والدرس الذي تعلموه اليوم عندما انتظرت أكفهم الصغيرة على الصخرة العنيدة.